النازية الجديدة التي تحكم العالم، هذه نازية، هذه ومن يساندها نازيون جدد سواء في أمريكا أو في الدول الغربية، هذه نازية. وهذا ما يحدث على الأرض لابد من وقف فورا. نحن هنا نقف نقول أوقفوا الحرب فورا، أوقفوا استهداف المدنيين فورا. لا، نعم الحرية لفلسطين، مجد أرواح الشهداء، لا للتهجير. يعني وستبقى فلسطين حرة، وسيبقى الشعب المجد لسمو الشعب الفلسطيني، المجد للصامدين على الأرض. أستاذ خالد البلشي، حضرتك وجهت رسالة قوية جدا بجانب حماية الصحفيين، فهي حرية الصحافة نفسها وحرية الكلمة، وحضرتك عارف كويس قوي إن بتعوق كل منصات الإخبارية حرية الصحافة في الوقت الراهن. رسالة حضرتك. رسالتي إن الحرية هي هي الآن الصحافة تقول أن الحرية تصنع الحقيقة. الآن الصحافة على أرض في فلسطين ترسل رسالة عن قيمة أن تكون صحفياً وأن يدافع الصحفيون عن القضايا العادلة. هم غيروا وجه العالم لأنهم يدافعون عن هذه هي أهمية الصحافة. الصحافة الآن تستعيد قوتها وترسل رسالة للجميع أن الحرية والقدرة على النقل بحرية رغم القتل ورغم الدمار ورغم الاستهداف هي من سيغير وجه هذا العالم، هي من سينتصر للعالم، هي من سينتصر للحق. شكرا يعني زي ما حضراتكم شايفين متابعينا متابعي كايرو لايف قناة القاهرة 24، ده كان لقائنا مع نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي على أرض محافظة بورسعيد بالتزامن مع أستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين. تضمنت كلمتك يعني حديثا عن الصحفيين الفلسطينيين وأنت نقيبا للصحفيين المصريين، طلبت بوقف قتل الصحفيين في فلسطين. يعني الحقيقة احنا عندنا زملاء اكثر من 1000 صحفي يعملون في غزة على الارض، غير المعادلة. كل التزييف والتزوير الذي جرى في بداية هذه الحرب للرواية وانفراد الرواية الصهيونية في المشهد والاعلام الغربي الذي زور الحقائق، صمود الصحفيين الفلسطينيين على الارض هو من غيره، هو من نقل الحقيقة، ولذلك كانوا يستهدفون نقل الحقيقة. لدينا حتى اليوم ما يخرج من 50 شهيد صحفي ربما في مجزرة لم يعرفها العالم للصحفيين خلال الثلاث عقود الأخيرة. ده رقم مفزع لفكرة ودليل على وحشية هذا الاحتلال. لدينا 50 مؤسسة إعلامية تم استهدافها، عشرات من أهالي الصحفيين استشهدوا بسبب. لدينا بتكلم هنا على الصحفيين كمان، هو كل صحفي يمشي على الأرض هو مستهدف الآن لأنه لمجرد أنه ينقل حقيقة، مع ذلك يواصلون الصمود. وائل الدحدوح ليس نموذجا واحدا، لدينا صحفيين استشهدوا وهم ينقلون الأحداث على الأرض، وأهاليهم استشهدوا من قناع الأرض، وهم مجد لهم، هم كل شيء. التاريخ الإنساني دي مجزرة يعني رهيبة تكشف عن حجم النازية الجديدة التي تحكم العالم. هذه نازية، هذه ومن يساندها نازيون جدد سواء في أمريكا أو في الدول الغربية، هذه نازية. وهذا ما يحدث على الأرض لابد من وقف فورا. نحن هنا نقف نقول أوقفوا الحرب فورا، أوقفوا استهداف المدنيين فورا. لا، نعم الحرية لفلسطين، مجد أرواح الشهداء، لا للتهجير. يعني وستبقى فلسطين حرة، وسيبقى الشعب المجد لسمو الشعب الفلسطيني، المجد للصامدين على الأرض. أستاذ خالد البلشي، حضرتك وجهت رسالة قوية جدا بجانب حماية الصحفيين، فهي حرية الصحافة نفسها وحرية الكلمة، وحضرتك عارف كويس قوي إن بتعوق كل منصات الإخبارية حرية الصحافة في الوقت الراهن. رسالة حضرتك. رسالتي إن الحرية هي الآن الصحافة تقول أن الحرية تصنع الحقيقة. الآن الصحافة على أرض في فلسطين ترسل رسالة عن قيمة أن تكون صحفياً وأن يدافع الصحفيون عن القضايا العادلة. هم غيروا وجه العالم لأنهم يدافعون عن هذه هي أهمية الصحافة. الصحافة الآن تستعيد قوتها وترسل رسالة للجميع أن الحرية والقدرة على النقل بحرية رغم القتل ورغم الدمار ورغم الاستهداف هي من سيغير وجه هذا العالم، هي من سينتصر للعالم، هي من سينتصر للحق. شكرا.